إلا لأرضه ويلا بلاد الأحرار. أنا المواطن السوري الحر من أحفاد سلطان باشا الأطرش. أعلن إضرابي السلمي بدءا من الأحد 11/12/2011 إضرابي كرامة دعما وأخوة لأبناء وطني من السوريين الذين يقتلون يوميا في سبيل إسقاط الطاغية وإعادة سوريا الحبيبة إلى أبنائها حرة أبية. وعليه أوجه ندائي لكل الأحرار في المناطق السورية للمساهمة في إضراب الكرامة ولو بجزء بسيط كأقفال المحال أو عدم استخدام المواصلات أو الاتصالات أو عدم دفع الفواتير أو عدم الخروج للوظيفة والمدارس والجامعات دعما لسلمية ثورتنا المجيدة وتحية لشهدائنا الأحرار. من أكثر بلادي حرة ويلا سفينا الشهيد Oh.